خليني يعني اخذ تعليقك على المباراه وشكلها النهائي وفوز الاتحاد وتمسكه بالصداره رغم كل الاحداث التي صاحبت الوضع الاتحادي الاسبوع الماضي، خصوصا في قرار فيفا بسحب النقاط. صحيح يا اخوي محمد، مباراه اليوم كانت مباراه دراماتيكيه. شاطر الرائد فريق الاتحاد حتى الدقائق الأخيرة حينما تمكن فهد الأنصاري من تسديدة فاول وتفوق الاتحاد بالثلاثية. الاتحاد كما ذكر الكابتن يوسف أنه عنده مشكلة في الجانب الدفاعي ويتحمل دائما لاعبي الوسط والهجوم القصور الذي يحصل في الخطوط الخلفية بالنسبة للاتحاد. مباراة اليوم يعني كان الجمهور هو المحرك لبث الروح والحماس للاعب الفريق حتى تمكن الاتحاد من الفوز بالثلاثية وتصدر للدوري أو التصدر لفرق الدوري ب 34 نقطة. كابتن يوسف، الاتحاد شو ينقصه كعناصر؟ هو اليوم عنده غيابات على مستوى الظهير، ايضا راح عدنان فلاته ولعب بماجد.